الرئيس ادى تعليمات وقال فكرة قوائم الانتظار للمرضى، وحددنا ايه هي العمليات وايه هي انواع العمليات اللي محتاجينها لازم نشتغل عليها، وانه لازم ننهي قوائم انتظار مرضى العمليات. نستنى بقى لما التأمين الصحي ياخد وقته، لكن فكرة العمليات الجراحية اللي بيبقى محتاج انه يعمل عملية جراحية، عايز يعمل عملية في القلب، عملية مستعجلة، ما ينفعش يوضع على قائمة ويفضل قاعد مستني. عايز اقول لحضراتكم على الارقام اللي طلع مؤخرا. الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي قال انه تم الانتهاء من اجراء التدخلات المطلوبة. الارقام بقى اللي بقولها لحضراتكم: 6553 حالة من حالات قوائم الانتظار. الكلام ده من الفترة من 5 يوليو طبعا 2018 لغايه 2 سبتمبر الجاري. ده بواقع 532 جراحه قلب، 3298 قسطره قلب، 174 جراحه مفاصل، 94 جراحه اورام، 28 زرع كبد، 19 عمليه زرع كلى، 88 زراعه قوقعه، 1740 جراحه رمد، 523 حاله جراحه للمخ والاعصاب. تعالوا ناخد هاتفيا معالي السفير أشرف سلطان المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء. سيادة السفير تحياتي لحضرتك يا فندم. أهلا وسهلا، تحياتي لحضرتك وللسادة المشاهدين. يعني في طبعا جدية واضحة ويعني بنسير قدما في هذا الملف، في فكرة القضاء على قوائم انتظار المرضى والعمليات الحرجة. يا ريت حضرتك تدينا مزيد من التفاصيل وتقول لنا وقفنا لغاية فين النهاردة، هل في لسه ناس على قوائم الانتظار، الخطة الزمنية عندنا ايه، التفاصيل لو سمحت معالي السفير. هو الحقيقة انه موضوع قوائم الانتظار طبعا يعني في جهد متواصل من وزارة الصحة ومن وزارة التعليم العالي للقضاء على قوائم الانتظار. طبعا المستشفيات الخاصة بوزارة الصحة بتقوم بجهد في هذا الإطار، وأيضا المستشفيات الجامعية. ويمكن التقرير اللي احنا نشرناه النهاردة أو المتابعة اللي نشرناها النهاردة كانت في إطار متابعة السيد رئيس الوزراء للجهد اللي اتقام به فيما يتعلق بالمستشفيات الجامعية في الفترة الأخيرة. حضرتك أشرت إلى الأرقام، احنا بنتكلم طبعا على قوائم انتظار، ودي الحقيقه عدد مش ثابت لانه في طبعا عمليات بتجرى كل يوم، ولكن ايضا في اضافات بتتم ايضا كل يوم طبعاً. وبالتالي ان العدد يعني بيبقى متحرك يوم بيوم، ولكن هو الفكره انه احنا بنشهد كل جهود بحيث ان احنا نقدر من خلال المستشفيات الجامعيه ومستشفيات وزاره الصحه ان احنا ننتهي من قوائم الانتظار في اقرب وقت ممكن. طبعا ده بيبقى متوقف على طبيعه الجراحات وطبيعه التدخلات الجراحيه المطلوبه. بعضها جراحات معقده زي ما حضرتك اشرتي، بعضها جراحات قلب، جراحات قوقعه، زرع كلى. دي حقيقه بتتطلب يعني جهد كبير ويتطلب يعني ان يكون في دائما فريق طبي متكامل يقوم بالعمليات. لكن احنا بنتكلم على انه وزارة التعليم العالي لديها يعني لجنة تبعت هذه القوائم، بحيث انه دايما يكون في دفع باقصى عدد ممكن نقدر نعمله للانتهاء من القوائم دي في اقرب. طيب هل عندنا سقف معين يا سيادة السفير لقبول عدد المرضى؟ يعني زي ما حضرتك ذكرت طبعا هذه الارقام يعني متحركة، فهل لو لقينا بكرة الأسبوع الجاي الشهر الجاي أرقام أكتر، ناس أكتر متقدمة وتحتاج للعمليات الجراحية العاجلة، هل عندنا سقف معين لقبول أعداد، أم أنه العملية مفتوحة لكل من يحتاج فعليا لإجراء الجراحة الآن؟ لا، هو طبعا احنا كان في الفترة اللي فاتت كان في ناس كثيرة جدا كانت محطوطة على قوائم اللجنة نفقة الدولة، ويمكن كان في يعني قبل هذا التكليف يمكن كان في يعني اسلوب معين في معالجه الموضوع، اسلوب ورقي. ولكن احنا قلنا انه من خلال اول فتره التكليف الحقيقه كان في اسلوب مختلف بحيث ان يتم تسجيل المرضى الكتروني، ممكن حتى يعني يدي اسمه بياناته عن طريق التليفون. طبعا الموافقه على نفقه الدوله بتبقى موافقه يعني بتقطع على عده اجراءات، ولكن اللي بيتم الموافقه عليه وبيحصل على هذه الموافقه انه يجرى له العمليه على نفقه الدوله، هو ده اللي بيدخل في نهايه الامر الى القائمه اللي احنا ابتدينا نصرح فيها بحيث ننتهي منها.
هو الرئيس معالي السفير مد القرار 3 سنين، مظبوط الكلام ده؟ هو محطوط الفترة ديت للانتهاء من القوائم. احنا طبعا بنأمل ان احنا يعني نستطيع ان ننتهي من قوائم الانتظار في اقرب وقت. احنا الفترة ديت يعني يمكن ده الحد الاقصى، ولكن احنا بنقول ان في جهد متصل، وهذا تمام. الجهد بيهدف الى انه ننتهي من هذه القوائم قبل كده ان شاء الله. بشكر حضرتك جزيل الشكر معالي السفير أشرف سلطان المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء. خلينا برضو في